كان رجل ظالم يدعى الحبيب بورقيبة، كان هناك في ذلك البلد، فطالب العلماء أن يصدروا فتاوى بحل فطر رمضان إذا كان الإنسان صاحب عمل. أصحاب الأعمال جوز يفطروا، يا أخي دول عم بتعبوا، عبروا على العمل. رد عليه في وقتها مفتي تونس الشيخ الجليل العالم الصالح القوي المجاهد الطاهر بن عاشور، فصعد المنبر ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال: صدق الله وكذب الحبيب بورقيبة. كل إنسان يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله هذا كذاب نشر.